وصلت بعثة المنتخب السعودي للاحتياجات الخاصة إلى الرياض اليوم عقب انتهاء مشاركتهم في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الأولى التي أقيمت في مدينة خرفكان الإماراتية، وحقق خلالها الأخضر المركز الثالث من بين 12 دولة لحصوله على 27 ميدالية، 14 ذهبية وخمس فضيات وثمان برونزيات. ورافق الأمير عبد الله بن مساعد رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية أبناءه اللاعبين في رحلة عودتهم إلى الرياض، معربا لهم عن تهنئته بتحقيق هذه النتائج ومشيدا بما قدموه من مستويات في هذه المشاركة، ومؤكدا ثقته الدائمة في تحقيق مزيد من النجاحات في المشاركات المقبلة. هذا وقد كانت البعثة قد ضمت 39 لاعبا مثلوا خمس منتخبات، هي ألعاب القوى جميع الإعاقات، وكرة سلة الكراسي المتحركة، وكرة الهدف للمكفوفين، ورفع الأثقال، وكرة الطاولة للإعاقة الحركية. ورأس الوفد أمين اللجنة محمد الخريجي ونائبه عبد الله المقرن، فيما حضر الاستقبال رئيس اللجنة البارالمبية السعودية أحمد المقرن.